أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of third prepare all over Egypt, good afternoon. Today, inshallah, we are going to discuss Unit 15, Technology. We have aims to fulfill at the end to use the second conditional with would, might, or could to talk about possibility and impossibility to encourage people to continue speaking. First, we are going to discuss the new vocab, technology, the study of science applied to practical purposes. يعني دراسة العلوم وتطبيقها بالنسبة للأغراض العملية ودي التكنولوجي. Change to make or become different, بيغير أو يتغير. لأن الفعل ده بينفع يكون فعل transitive و intransitive لازم ومتعدي. latest newest أو just released الأحدث أحدث تقنية وصلنا لها بنسميها latest technology latest technology development the process of becoming bigger or better يبقى إذن التنمية اللي هي عملية إيه عملية الكبر الحجم أو التحسن في الأداء require need or ask you to do something بيتطلب شيء منك by require social media websites used by people to communicate طب احنا كنا عارفين السوشيال ميديا الفيسبوك والانستا وتويتر والحاجات ديت advertise tell people about something in newspapers on TV بتعلم بتعمل اعلان عن حاجه تخصك بتعملها ازاي طبعا الاعلان ده بيكون في newspapers الجرايد ممكن ماجازينز المجلات ممكن on TV في التلفزيون ممكن راديو في الراديو اي حاجه من دي ان انا بعرف الناس الايه المنتج بتاعي او الحاجه بتاعتي arrange يرتب يقوم بعمل ترتيبات make plans for something to happen ان انا برتب ايه خطط معينه transfer ينقل move someone or something from one place to another بننقل شخص او شيء من مكان لمكان اخر advertisement طبعا ده الناون او الاسم منين من advertise advertise يعلن advertisement الاعلان نفسه الاعلان نفسه مش ليه عمليه الاعلان لا الاعلان نفسه بنتفرج عليه في التلفزيون ده اسمه advertisement اما عمليه الاعلان advertising ناخد بالنا برضه من الحته دي arrangement ده النون او الاسم من arrange arrange arrangement order او organization الترتيب بتاع الايه الافكار بتاعتي او ترتيب العمليه بتاعتي requirement ده النون من require require requirement something that is demanded الشيء المطلوب يكون موجود معايا عشان اكمل العمليه بتاعتي. allow let او permit يسمح. عندنا الفيرب allow معناه يسمح في بيساويه let او permit. at the same time simultaneously بالتزامن يعني حاجتين بيحصلوا في نفس التوقيت فعشان كده بنقول at the same time. social networking sites هي بالظبط السوشيال ميديا نفس الكلام. website for communicating with friends. ان الواحد بيتصل بايه باصحابه pay for يدفع مال ديت pay money to buy something طبعا STH دي اختصار something يعني شيء ما يبقى انا بدفع نقود علشان اشتري شيء ما difficult for دي حروف جر بقى difficult for difficult to on a mobile on a tablet on the internet difficult for نبدا بقى الاول طبعا كلمه difficult for بيجي بعدها يا اما noun اسم يا اما فيرب اي ان جي دي معنى كلمه difficult for صعب وببدا بجيب بعدها اسم او بعدها فيرب في اخره اي ان جي او ضمير على حسب يعني مثلا ايه اقول it's difficult for احمد to jump صعب عليه ان هو بيقفز دي حاجه صعوبه عليه فهنا ما ينفعش اقول it's difficult to احمد يبقى غلط it's difficult for عشان ناخد بالنا من النقطه دي اما difficult to بقى بعدها infinitive اللي هو مصدر الايه الفعل بدون اي اضافات يبقى اذا difficult to بعدها infinitive مصدر من اضافات اما difficult for لا بعدها اما noun اسم يا اما verb في اخره ing في حرف الجر اون بقى ده بيجي مع ايه اي حاجه تكنولوجيه حديثه عندي مثلا on mobile on tablet
في برضه on laptop, on television, on radio, on the internet, on websites. كل ده بياخد ايه؟ بياخد on. privacy settings, طبعا كلمة privacy لها نطقين. بالنسبة لي ال privacy بتتنطق privacy British البريطاني بتاعها, او privacy ده الامريكان pronunciation الامريكي privacy, اما البريطاني privacy, يبقى امريكي وبريطاني فالاثنين صح مفيش مشكله. privacy settings the condition of being private, اللي هي ايه؟ اللي هي اعدادات الخصوصيه. طبعا دي اكيد انتوا بتشوفوها لما بتخشوا اي موقع من المواقع بتاعه التواصل الاجتماعي, بيكون في حاجه اسمها اعدادات الخصوصيه, فبالانجليزي اسمها privacy settings. روبر ده طبعا لص زي كلمه thief بالظبط, اي حد بيسرق سميه روبر. temple المعبد, a building in which people worship, كلمه worship يعني بيعبد, بيعبدون حسب معتقداتهم الدينيه فبيعبدوا فين؟ في temple جوه المعبد. monument الاثار, عباره عن a building or a site that is of historical importance, يعني المبنى دوت مبنى له اهميه تاريخيه كبيره, احد الاثار اللي عندنا فبنسميها monument. بعد كده الفعل repair, repair زي كلمة fix بالظبط, معناها ايه؟ معناها يصلح. كده اذا كلمة repair زي كلمة fix معناها يصلح. gallery المعرض, معرض في ايه بقى؟ a building where artwork is exhibited, اي مثلا لوح فنية مرسومة بنعرضها في المعرض ده فبنسميها gallery, وساعات بيسموه art gallery. يبقى اذا الجاليري دوت بيبقى معرض بنعرض فيه الايه؟ اللوحات الفنيه. ايراك اللي هو دوله العراق, ان اراك كونتري. اركيولوجيست, اركيولوجيست ده عالم الاثار, فبيعمل ايه؟ اس بي دي اختصار لكلمه somebody, شخص ما. هو ستاديز انشنت كالتشرز, دوت الشخص اللي بيدرس الايه؟ الانشنت كالتشرز اللي هي الثقافات القديمة, فده بنسميه عالم آثار لأنه بيدرس كل شيء متعلق بالإيه؟ بالحضارة القديمة. سكام ده احتيال زي كلمة سويندل. إيه الاحتيال دوت؟ إن أنا مثلا بسرق معلوماتك من على الإنترنت, بدخل على الصفحة بتاعتك وأبدأ أسرق إيه؟ معلومات خاصة بيك أنت, فده بنسميه سكام أو سويندل, ده معناه الاحتيال, إن أنا بسرق المعلومات الشخصية بتاعتك اللي المفترض محدش بيعرفها. عشان كده بنخش على البريفاسي سيتنجز اللي هي اعدادات الخصوصيه, عشان ان انا اظبط الايه؟ الخصوصيه بتاعتي ومحدش يخش يتطفل او يسرق اي معلومه مني. بنتنقل بعد كده بيقول لي complete the text, في موجود عندي بعض الكلمات زي ما انتم شايفين على الجهه الشمال, وفي عندي الايه؟ الفراغات, ببدا املى الايه؟ الفراغ بتاعي. طبعا المطلوب منك بس انك هتكتب ايه؟ الرقم مثلا 2 او 3 او 4 وجنبها الايه؟ الكلمه إيه الصح بتاعتك. إيه هنبدا مع بعض, يلا يا شباب. مستر محمود معايا؟ معاك يا مستر, معاك. طيب نبدا مع بعض يلا. إيه بيقول لي هنا I always read about the latest developments in technology, يبقى إيه انا دائما بقرا عن, احنا قلنا كلمه latest اللي هي the newest, احدث حاجه مطبقة فين؟ في التكنولوجيا. I often tell my friends about it, ده غالبا بأخبر أصدقائي عنها. On إيه بقى؟ في عندي ثلاث اختيارات, عندي كلمة require, social media, transfer. يا ترى on بتيجي مع مين؟ سلمى بتقول social media. تمام, social media excellent. مين مجدي social media؟ تمام, هي فعلا social media. In some countries you can money to or from a bank. في بعض الدول انت تقدر ايه؟ بالنسبة لي money الفلوس to or from a bank. To a bank للبنك او من البنك. يا ترى ايه الفعل اللي هيجي هنا؟ بعد كلمة can, لان كان لازم بعدها فعل. ايه الفعل اللي هيجي هنا يختص بكلمة money؟ مينا مجدي بيقول transfer. ايوه اكسل. سلمى بتقول ترانسفير. تمام, يبقى في عندي ترانسفير ماني معناها يحول الايه؟ يحول الفلوس الى البنك او من البنك. نمبر 4, the banks you to write a special number online before you can do this.
وانت هتعمل عملية التحويل الترانسفير، البنك بيعمل ايه؟ مينا مجدي بيقول require، ايوه سلمى بتقول require. تمام، يبقى انا فعلا عندي كلمة require. اتفضل يا مستر. تمام، وياسا واحمد كلهم بيقولوا require. يبقى فعلا the banks، البنوك require you to write، يعني بتحتاج منك انك انت تكتب ايه السبيشال نمبر او طبعا الرقم السري، يعني بحيث ان انت تقدر تحول الايه الاموال من البنك والى البنك. نتنقل للي بعدها. في عندي مجموعة برضو كلمات بنختار منها هنا. نمبر 1، this temple is around 2000 years old، المعبد دوت عمره حوالي 2000 سنة. نمبر 2، رامي's bike is broken، how can we it. طبعا كلمة broken معناها ان هي ايه، مكسورة او عطلانة او فيها جزء مش سليم. فالايه المطلوب هنا، ان انا في عندي فعل بيجي في المكان ده عشان ايه يحقق المعنى بتاعي. احمد بيقول ريبير، سلمى ريبير، ياسه ريبير، تمام، يبقى انا فعلا عندي مينا كلمه مجدي ريبير. تمام، فعلا اكسلنت، ممتازين، لان عندي كلمه ريبير معناها ايه يصلح، يبقى هي دي الكلمه الصح. نمبر 3، بغداد از ا بيج سيتي ان، طبعا بغداد ديت المدينه او المدينه الكبيره او العاصمه بتاعت مين؟ سلمى عراق، مينا مجدي عراق، ياسه عراق، احمد. نايس انسرز. تمام، يبقى فعلا هي عراق. نمبر 4، وي سو سام فيموس بينتينجز ان ذا نيو ارت، طبعا كلمه بينتينجز اللي هي اللوحات الفنيه المرسومه، اللوحات الفنيه، وكلمة فيمس يعني مشهورة، يبقى احنا شفنا اللوحات الفنية المشهورة فين؟ احمد بيقول جاليري، مينا مجدي جاليري، سلمى. اكسلنت ستودنتس، ممتازين، فعلا هي جاليري، واحنا اتفقنا مع بعض هي اسمها ارت جاليري، دايما بيقولوها ارت جاليري. نمبر 5، ذا سفينكس از ا فيمس ذات ميني تورستس فيزيت، طبعا السفنكس اللي هو الايه ابو الهول، زي ما احنا عارفين طبعا احد اشهر الايه الاماكن اللي بيجي لها السياح عشان يتفرجوا عليها، طبعا بيراميدز الاهرامات ومعاها سفنكس ابو الهول، يبقى ده ايه؟ مينا مجدي بيقول مونيومنت، احمد مونيومنت، سلمى، نانسي. اكسلنت اكسلنت، فعلا هي كلمة مونيومنت اللي احنا قلنا عليها ايه، الآثار، الآثار بتاعتي اسمها ايه، اسمها مونيومنت، وطبعا سفنكس ده أحد أشهر الآثار بتاعتنا. نتنقل للي بعد كده. Look at the table and complete the sentences with the correct form of these words. أنا عندي verb فعل وعندي noun اسم، ركزوا بقى معانا عشان ده مهم أوي. كل فعل له الاسم بتاعه، develop development، advertise advertisement، arrange arrangement، require requirement. نشوف المكان الفراغ اللي عندي، يا ترى ده محتاج فعل ولا محتاج اسم، ده مهم عشان ما غلطش. نمبر 1، have you read about the latest development in computers، هل انت قرات عن احدث تقنيات وتطورات في الكمبيوتر؟ طيب نمبر 2، there is an in the newspaper for a new computer game، طبعا an يبقى لازم بعدها noun اسم، ما ينفعش احط فعل تاني، ان بيقول لك لازم احط بعدها ايه ناون اسم، ما ينفعش بعدها فعل، يبقى انا عندي خدت ديفلوبمنت، في بقى ادفيرتسمنت ارينجمنت ريكويرمنت، اي واحده من الثلاثه. ياسا بيقول ادفيرتسمنت، سلمى، مينا مجدي. تمام، هي فعلا ادفيرتسمنت، يبقى اذا ادفيرتسمنت يعني ايه، يعني في اعلان في الجورنان عن الايه، عن لعبه كمبيوتر جديده. نمبر 3، it is a that all the manual workers wear boots، طبعا it is a يبقى برضو لازم noun، لازم اسم، ما ينفعش احط هنا فاعل، ليه؟ it is a، يبقى a وان لازم بعدهم اسماء. that all the manual workers، بيقول ان كل العمال اللي بيشتغلوا بايديهم مالهم، لازم ان هم وير بوتس، يرتدوا الايه الاحذيه اللي على شكل البوت. طيب يا ترى
الاسم مين اللي هينفع؟ طب احنا خدنا كلمه advertisement، بقى عندي كلمتين، بقى عندي arrangement وعندي requirement. يس مجاوب requirement. excellent. طبعا في حته برضو يعني عشان تبقى انت ذكي ولماح، بتعمل ايه؟ بيقول لي ما ينفعش احط بعدها كلمه تبدا ب احد الحروف المتحركه بتاعتنا اللي هي A, E, I, O, U. وبالتالي انا عندي اختيارين، arrangement و requirement. ما ينفعش arrangement ابدا لانه بادئ بحرف الA. هو هنا اصلا بيقول لي A، يبقى A وبعدها كلمه arrangement ما ينفعش. يبقى اذا الحل الصح مين؟ requirement. ده في حاله لو انت اصلا ما انتش عارف الكلمه وصعب عليك حل الجمله، فانت بتضطر انك تعمل ايه؟ تبدا تعلي درجه ذكائك في الاختيار عشان تختار صح. طيب نمبر 4، it is very expensive to something on television. expensive يعني غالي. وطبعا to يبقى لازم اجيب بعدها ايه؟ لازم اجيب بعدها verb. كده خلاص ما عادش احط noun بقى. to يبقى لازم بعدها verb. عندي develop, advertise, arrange, require. احمد بيقول advertise. brilliant. يس advertise. نيلي very good. تمام ممتازين، فعلا هي advertise. يبقى انا عندي نمبر 4 هتبقى advertise something on television. طيب نمبر 5، the students have to see the teacher after the class. طبعا خد بالك ان have او has في زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام لازم بعدهم ايه؟ لازم بعدهم الباست بارتيسيبل، يعني التصريف الثالث للفعل. وبالتالي هو لا في راس السؤال قال لك ايه؟ بيقول لك the correct form of these words، يعني الصيغه الصحيحه المناسبه من الكلمات دي. وبالتالي يبقى انت لو اخترت فعل هتضطر تغير شكل الفعل، لان هو هنا مكتوب infinitive. ايوه، فانت محتاج تجيب منه ايه؟ التصريف الثالث بتاعه. طب فين الفعل اللي عندي اللي هختاره واجيب منه التصريف الثالث؟ انا ما اخدت advertise، بقى عندي develop, arrange, require. يا ترى مين فيهم اللي صح؟ والشكل بتاعه لازم دي انت تحطه في التصريف الثالث عشان هاف. يس بيقول الرينجت. ايوه هو كاتب كمان سلاش ويقول الرينجمنت. طبعا يعني هو طبعا عشان هو الناون ما وضحلكش هنا اذا كان مفرد او جمع. لو كان قال لي ان كنت قلت arrangement، have an arrangement، لكن هو ما قالش. وبالتالي يبقى انا لازم اختار مين؟ اختار الفيرب واحطه في الصيغه الصحيحه وهو الباست بارتيسيبل. كويس برضو انه فكر التفكير ده، طالب ممتاز بريليانت. يبقى اذا الحل الصح بتاعي هيكون arranged. يبقى the students have arranged to see the teacher after the class. ما ينفعش كلمه arrangement ليه؟ لان لو كان عايز arrangement كان حط قبلها an arrangement، ترتيب معين له. طيب بننتقل للي بعده. read and correct the underlined words. الكلمه اللي تحتها خط يا اولاد مكتوبه غلط، مكتوبه غلط سواء السبيلنج بتاعها غلط او الكلمه نفسها نشيلها ونحط مكانها كلمه ثانيه. نمبر 1، how much did they buy the man for repairing your computer. طبعا ما ينفعش buy وانما pay، يعني هم دفعوا كام للشخص اللي صلح لك الكمبيوتر. طيب نمبر 2، some messages on the internet are not real. They are scans from people who want to get information from you. يبقى اذا بعض الرسائل اللي على الانترنت مش حقيقيه، وانما هم بس بيبعتوها لك علشان يسحبوا المعلومات الشخصيه والخاصه بتاعتك. دي قلنا بنسميها ايه؟ مينا مجدي سكامز، ماري فيكتور سكامز. يس سكامز. اكسلنت، فيري جود ستودنتس. فعلا هي سكامز. يبقى هو هنا حاطط الان لكن هي الصح بتاعها ام وليس ان. نمبر 3، وي ريد اباوت سم انترستنج ديفلوبمنت ساينس. يبقى احنا قرانا عن بعض ال انترستنج. طبعا كلمه انترستنج ديت ادجكتيف، صفه، والصفه دي بعدها اسم، وديفلوب مش اسم، ده ديفلوب فعل. طب يا ترى ايه الاسم بقى بتاعه عشان يبقى الجمله صحيحه؟ عايزين نكتب الاسم من كلمه ديفلوب
عشان يبقى المعنى بتاع الجملة صحيح. مينا مجدي بيقول development developments. يبقى احنا قرأنا عن تطورات شيقة جدا في مجال العلوم على احد المواقع على الانترنت. Number four, a sailor went into the house in the night and took the new television. يبقى اذا سيلور هل بحار دخل البيت ليلا وخد التلفزيون الجديد؟ طبعا لا، اكيد في واحد تاني بيعمل الكلام ده. يا ترى مين؟ قلناه في الاول، بيخش البيوت بالليل عشان يسرق بقى، اهو كده بيسرق اهو. مين يا مجدي بيقول رابر؟ سلمى رابر. اكسنسيوز، فعلا هي روبر. يبقى اللص هو اللي دخل المنزل وسرق التلفزيون. Number five, the privacy sizes on social networking sites make sure that only people who you know can see information about you. يا ترى اسمها privacy sizes ولا اسمها ايه؟ قلنا طبعا في الاول برضو الكلمتين دول مرتبطين ببعض. دايما كلمة privacy او privacy لازم في بعدها كلمة تانية مرتبطة بيها. مينا مجدي settings. أيوة. سلمى settings. نانسي طارق settings. مريم فيكتور settings. اعلان هي settings اسمها privacy settings او privacy settings. تمام، excellent. بنتنقل اللي بعدها. choose the correct words to complete the dialogue. في عندي طبعا لكل جملة بيسأل فيها في اختيارين اتنين بس، واحد منهم هو اللي صح. what are you reading زينب؟ فزينب ردت على سامية I am reading about some common internet scams. tell me، يا ترى tell me ايه؟ خدوا وقتكم في التفكير اقروها عشان تفهموها كويس وتبدأوا تحلوا. مريم فيكتور مجاوبة more. تمام، tell me more. اخبرني على اكتر من كده. يبقى احنا هي وقت قالت لها احنا بنقرأ على ايه؟ على الاحتيال بتاع الانترنت. طب tell me more، اخبرني المزيد عن الموضوع ده. Here is an example. A girl sends you a message on an English social networking site. She says that she wants to be your friend. يبقى في احد البنات مثلا تبعت لك تقول لك انا عايز اكون صديقتك. كان ده في رسالة. فرد السامية really go؟ يا ترى go on ولا go off؟ مين يا مجدي مجاوب go on؟ يس اون. مريم فيكتور اون. فعلا هي جو اون ومعناها يستمر، زي كلمه كونتينيو بالظبط. يبقى اذا لما سمعت اول معلومه قالت طب جو اون، استمر كده في الكلام قولي لي الباقي. قالت لها بعد كده she says that she's a student, she's the same age as you and wants to practice English with you. هتقول لك انا في نفس سنك وعايزه امارس معاكي نطق اللغه الانجليزيه. طيب what، في عندي اختيارين what else ولا what also does the article say. طبعا article اللي هو المقال اللي موجود في الجريدة او موجود في المجلة. يا ترى بقى قالت لها what ايه؟ what else ولا what also؟ مريم فيكتور مجاوبة else. يعني هي what else. وايه كمان؟ ما ينفعش اقول what also بقى، هي اسمها كده التركيب على بعضها كده. what else، ايه كمان؟ it says that the might be your age and it might be someone who wants to find information about you. يبقى اذا الشخص مش مجرد ان هو ولا في سنك ولا تلميذ زيك ولا اي حاجه، وانما ايه؟ هو عايز ياخد المعلومات بتاعتك فبيعمل كده. That's، يا ترى that's bad ولا that's broken؟ واللي بعدها what happens ولا what speaks after that؟ مريم فيكتور مجاوبه happen. تمام، what happens after that؟ بعد كده you should not be their friend. You should use your so only people who you know can send you messages. يبقى انت ما يجبش انك انت تصادق الناس دي. لا، الناس اللي هم فعلا انت عارفهم هم الناس اللي انت تستقبل منهم او ترسل لهم الرسائل، وده عن طريق ان انا بستخدم مين؟ يا ترى اسمها privacy settings ولا private settings؟ من الاصح؟ سلمى مجاوبة privacy. تمام، excellent. هي فعلا أحمد privacy. Very good. طيب بنتنقل اللي بعد كده.
درس النهارده طبعا هو عباره عن ايه؟ The second conditional with would, might, or could. طبعا second conditional اللي هو الحاله الثانيه من قاعده اف. وطبعا الحاله الثانيه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن شيء غير محتمل الحدوث في الوقت الحاضر، غير محتمل الحدوث في الوقت الحاضر. طيب الشكل بتاعها بيكون ازاي؟ طبعا انا هلخص لك الكلام ده كله في الشريحه الجايه، ركز معايا كده. بنبدا الجمله بتاعتي بكلمه اف. طبعا كلمه اف معناها بالعربي اذا او لو. في الحاله الثانيه من اف بيجي بعد اف past simple ماضي بسيط، وانا مديك بعض الامثله البسيطه جدا عشان انت عارفها. كلمه was او wasn't في النفي، كلمه were او weren't، كلمه had او didn't have، كلمه played او didn't play. طبعا دوت ايه؟ مجرد امثله بس، يعني انا مش هلم كل الافعال بتاعت الايه الباست، ولكن انا مدي لك مثال. طبعا بفكرك تاني ان اف اللي معناها اذا او لو بتشتغل او يعني وظيفتها في الجمل ديت انها بتربط ما بين جملتين، يعني لازم يكون في جملتين مع كلمه اف. فانا موجود عندي الجمله اللي بعد اف مباشره الباست سيمبل، والجمله اللي بعد كده بتكون would او wouldn't، could او couldn't او might. ونركز ان would اختصارها apostrophe d، خد بالك ان كلمه would اختصارها apostrophe d، والنفي بتاعها wouldn't. وسواء كانت would او wouldn't او could او couldn't او might بيجي بعدهم infinitive. infinitive يعني ايه؟ يعني مصدر فعل بدون اضافات. يبقى تاني، كلمه if في الحاله الثانيه من قاعده if بتربط ما بين جملتين، الجمله اللي بعد if مباشره بيكون past simple ماضي بسيط، واديتك امثله للماضي البسيط. اما الجمله الثانيه بتكون would او wouldn't او could او couldn't او might بلس infinitive. طب ينفع اف تيجي في النص؟ اه ينفع. طب لو جت في النص ايه اللي بيحصل؟ باخد النص الجمله الثانيه اوديه في الاول، وبعدين اللي بعد اف زي ما هو بعد اف. يبقى would او wouldn't او could او couldn't او might بلس infinitive ده في الاول، وبعدين اف، وبعدين بقى was او wasn't، where او weren't، had didn't have، played didn't play بيجي بعد كده. طيب ينفع يجي في صيغه سؤال؟ اه ينفع. What would you do if you had a plane؟ تعمل ايه لو انت عندك طياره؟ طبعا ده مهم برضه. What would you do if you had a plane؟ هنا اف جت في النص، بس الصيغه اللي جت في الاول صيغه سؤال. صيغه ايه؟ صيغه سؤال. What would you do؟ يبقى تاني قاعده اف في الحاله الثانيه بيجي بعدها past simple. past simple ده بيكون ايه؟ بيكون الاشكال اللي انا كاتبها لك ديت مجرد امثله بس للباست simple. طب والجملة التانية بتكون ايه؟ would او wouldn't، could او couldn't، او might plus infinitive. طيب بنبدأ مع بعض. بيقول هنا complete these sentences with the correct form of the verb in brackets to make second conditionals. Number one, we could go shopping if we had enough time. نقدر نروح لو احنا عندنا وقت ايه زيادة، نقدر ان احنا ايه نعمل shopping. Number two, if we all، وفي الفيرب اللي عايزك تصلحه love each other the world be a better place to live in. طيب if بيجي بعدها زمن ايه؟ past simple، يبقى عايز الفعل love في صيغه الباست. طب والجمله الثانيه would او could او might plus infinitive، الانفينيتيف عندك جاهز. يلا يا شباب انت تكتب بس نمبر 2، تقوم كاتب صيغه الفعل الصح شرطه وجنبها الايه اللي مكتوب في الجمله الثانيه، عشان ما تكتبش ايه بتكتب كتير. اتفضل. مين مجدي كاتب loved؟ سلمى loved، مريم فيكتور loved would be. يبقى انا عندي الاولى loved والثانيه would be. طب نشوف مع بعض كده. excellent. يبقى if we all loved each other the world would be a better place to live in. طيب number 3، if I be very ill I go to the doctor. طبعا الفعل be في صيغه الباست حاجتين، يا اما was يا اما were، او النفي بتاعهم wasn't او weren't. ده verb to be، بفكرك الصيغه بتاعته في الباست ايه. والجمله الثانيه برضو بنحط واحده من الثلاثه would او could او might plus infinitive. لسه بيجاوبوا في نمبر 2 يا مستر. طيب تمام، هو انا عارف ان الكتابه تاخد وقت. مريم فيكتور بتقول where be would go. where be، اه لا احنا الفيرب يا جماعه الفعل اللي ما بين الاقواس انا ما بكتبوش تاني بقى. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا
هاخد الصيغه الصحيحه بتاعته المستخدمه معايا. بي خلاص ما بيتكتبش، بيتكتب يا اما was او wasn't او where او weren't. يا ترى اي بياخد بقى was wasn't ولا where weren't؟ وطبعا الجمله الثانيه سهله مفيش فيها مشكله، نشوف مع بعض. يبقى if I was سلمى مجاوبه where. ايوه تمام يا مستر، تمام يا مستر. سلمى بتقول where و would go. تمام اكسلنت. if I were very ill I would go to the doctor. طبعا لو قلت طب if I was هي مش مستخدمه، المستخدم اكتر if I were. طيب number 4 if you not know how to speak English it be difficult for you to travel to London. طبعا ركز معايا، احنا قلنا بعد if ايه؟ past simple. طيب not know في حاله الباست واحب اجيبه نيجاتيف منفي، ايه الصيغه بتاعه النفي الباست؟ فكر فيها، برضو قلتها لك انا في الاول. والجمله الثانيه بي احط قبلها حاجه من الثلاثه زي ما احنا متفقين. يس بيقول didn't know would be. اكسلنت. فعلا مظبوط فعلا. انا الصيغه اللي عندي في حاله النفي بتاع الباست didn't، يبقى if you didn't know how to speak English it would be difficult for you to travel to London. يبقى انا didn't know ليه؟ لان دي past simple في negative والجمله الثانيه would be. number 5 his parents help him if he tell them about the problem. برضو بفكرك ان if المره دي في النص، بمعنى ان الفيرب tell هو اللي هيتحط في past simple، اما اللي قبل if هو اللي هيكون would او could او might plus infinitive، عشان بس الشباب ما ايه يبقوا معانا. خد بالك ان if في النص. يلا يا شباب ربنا معاكم. يس بيقول هيلبت وود بي. تاني اف النص يا جماعه، يعني الفيرب تيل هو اللي هيتحط في الباس سيمبل، اما الفيرب هيلب هو ده اللي هيتحط قبله وود او كود او مايت. مينا مجدي بيقول وود هيلب هيم تولد ذيم اباوت ذا بروبلم. ايوه كده تمام. يبقى انا عندي would help اختصارها زي ما انتم شايفين اهوت، والجمله الثانيه told، لان احنا اتفقنا ان لازم يكون اللي بعد اف هو الباست سمبل، اما اللي قبل اف هيكون would او could او might بلس ايه انفينيتيف. يبقى his parents would help him if he told them about the problem. طب بنتنقل اللي بعده، دي هنا عندي تشوز. نمبر 1 we would go to England if we had friends or family there. طبعا اف في النص. نمبر 2 اف الاول و3 و4 و5 كلهم اف الاول. طبعا اف بيجي بعدها ايه قلنا؟ past simple. if حسن older he could learn to drive a car. هتكتب بس مثلا 2 وتكتب جنبها الحرف الصح بتاعها، او لو عايز تكتب الكلمه ماشي، بس انا برضو ايه عشان ما اضغطش عليكم يبقى كفايه الايه؟ كفايه الحرف الصح بس. سلمى مجاوبه نمبر 2 بتقول was. تمام يبقى فعلا نمبر 2 بي ايوه تمام، يبقى فعلا هي was. number 3 if I knew the answer to the question I you. طبعا if في الاول جه بعدها بس سمبل، ايوه الفعل فين؟ knew. if I knew the answer to the question I. يا ترى بقى الجمله الثانيه بتكون مكونه من ايه؟ يلا يا شباب. سلمى بتقول would tell. would tell يبقى مظبوط فعلا، هي would tell زي ما اتفقنا، النص الثاني بيكون would او could او might plus infinitive. number 4 if هاله German she might talk to the German tourists. spoke speak will speak had spoken. if بيجي بعدها يا اولاد past simple، يا ترى فين الباست سيمبل بتاعي؟ سلمى بتقول spoke. excellent. مريم فيكتور بتقول 4a the same answer. nice جميل. طيب نمبر 5 if he read really carefully he understand the book. طبعا في بس حته هنا عايز يعني اوضحها لك، ايه هي؟ هتقول لي ده الفعل ريد ده بريزنت. لا مش بريزنت ولا حاجه، ده باست. ليه بقى؟ لان لو كان بريزنت كنا ضفنا اس في الاخر، لان انا عندي الفعل هي فما ينفعش. لو قلنا if he reads يبقى ده بريزنت، اما if he read دي بقى استضاء ايه يا اولاد؟ read. if he read really carefully he understand the book يبقى ده past simple
عرفت منين ان مش مضاف له اس في الاخر؟ فده باست، وده باست، يبقى الجمله الثانيه وود او كود او مايت بلس انفينيتيف. مينا مجدي وود مارين فيكتور 5 سي وود ذا سيم انسر بريليانت. سلمى وود. تمام، اكسلنت ستيوردز فعلا. نتنقل اللي بعدها. Write sentences in the second conditional with would, might, or could. Number one, what might you say if you won a prize? هتقول ايه لو انت فزت بجائزة؟ Number two, if someone be kind to you, you tell the teacher. طب if someone ايه؟ عايزين نحط بقى هنا فعل معين، بس هو مسهلها لك، بيقول لك be. عشان احط be زي ما اتفقنا مع بعض، عندي was او wasn't، where او weren't. تمام؟ والجملة الثانية هنحط بعد يو يا إما would أو could أو might. يبقى إذن الحل الصح بتاعها هيكون if someone were unkind to you would you tell the teacher؟ لو حد مش طيب معاك أو بيأذيك هتبلغ المستر؟ طيب. Number three, if I have money I buy a laptop. If I have money I buy a laptop. طبعا if زي ما اتفقنا في الحالة الثانية لازم يكون في باست سمبل، ماضي بسيط. ايه الماضي بتاع هاف؟ ادي حاجة. الحاجة الثانية اي باي لابتوب، يا ترى هحط بقى واحدة من الثلاثة وود او كود او مايت. انا عارف انها تاخد وقت، فعشان كده انا وريتكم الحل مباشرة. يبقى if I had a lot of money I would buy a laptop. If I had a lot of money، ايه اللي جاب هاد؟ الماضي من هاف. الجملة الثانية زودت مين؟ وود قبل باي، ممكن كود ممكن، وممكن مايت كمان. يبقى if I had a lot of money I'd buy a laptop. بنيجي بقى للفانكشنز بوكس، بيقول هنا ايه؟ encouraging people to continue speaking. Great. What else does it say؟ ادي احد التعبيرات، يعني واحد بيحكي لي قصه، بيحكي لي عن كتاب قراه، بيحكي لي عن فيلم اتفرج عليه، بيحكي لي عن قصه معينه شافها، فانا عشان اساعده ان هو يكمل كلامه في بعض التعبيرات اللي انا بقولها. زي ايه؟ زي great. What else does it say؟ really go on، استمر. how wonderful، tell me more. then what happened، what happened after that، ايه اللي حصل بعد كده، قول لي. يبقى انا هنا بشجعه ان هو يكمل حكايه القصه بتاعته. بنتنقل للسؤال اللي بعده. There is a story in the newspaper about a scam on social media. فمجد tell me more. يبقى اختارنا كلمة more. طيب بعد كده بقى عندي اختيارين بس، عندك المربع على الشمال اهو خدنا منه كلمة more، بعد كده في عندي كلمة really، وفي عندي what happened. هنحطهم في المكان بتاعهم هنا. A robber found out the name and address of a rich man. اللص اكتشف اسم وعنوان الشخص الغني. فمجد قالت لها كلام after that. فليلى قالت لها he waited for the rich to business. استنى الراجل الغني لحد ما الراجل الغني راح في رحلة عمل. فمجد قالت لها سؤال بعد كده go on كملي. he went to his house and tried to take his money but the police caught him. حاول يروح المنزل ويسرق الفلوس ولكن الشرطة قبضت عليه. يا ترى هكتب if number 2 if number 3. فاطمة بمجاوبة نمبر 2 بتقول وات. مينا مجدي بيقول وات هابند. ايوه يبقى فعلا نمبر 2 وات هابند افتر ذات، ايه اللي حصل بعد كده، ده بالنسبة لنمبر 2. طيب يبقى نمبر 3 ايه؟ مينا مجدي بيقول ريلي. ايوه تمام كده. سلمى ذا سيم. احمد بيقول ريلي فعلا، يبقى فين عندي كلمة really؟ مظبوط. طيب نتنقل للي بعده. Write what you would say in each of the following situations. Number one, a friend tells you that his or her brother is studying computer programming. Ask for more information. اطلب منه معلومات أكتر. خليه يكمل، خليه يقول زيادة. أي تعبير من التعبير. We ran out of time. We ran out of time. طيب خلاص هم يكملوا بقى من اللينك، انا هجيب لهم اللينك دلوقتي يا مستر. تمام. كان في سؤال من ياسر بيقول ليه يا مستر استخدمنا روبر ما استخدمناش سيف؟ سيف تنفع ولا لا؟ لا، هو كلمة روبر
متعلقة أكتر بجرائم الإنترنت، لأن طبعا إحنا عندنا أكتر من كلمة تستخدم في معنى كلمة لص، فالجرائم بتاعت الإنترنت أكتر بكلمة روبر. كده بنشكر كل الطلاب اللي شاركوا معانا النهاردة، وبنشكر مستر محمود عليك. أوكي، ثانك يو فور أول ستودنتس.